عسلامة. عسلامة. بس الحمد لله عايشك. شنو هي الأجواء تو؟ الأجواء حالة يا مدام، حالة 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 لا يرثى لها. كيفاش حالة لا يرثى لها؟ الغلاء والكواء، قتلنا الشر، تعرينا، تحفينا، جوعنا، مرض ما لقينا باش نداو. شنو تحبي نزيدك؟ أكثر من هكا يا وخايتي، شمزيل في البلاد. كون يقول لك ليه تونسي لاباس بيه. لاباس ماهيش لاباس، تونس يكذبوا عليكم، راهم رانا في هاوية ما عادش ننجموا. أنا برشا عباد سألتهم وحكيت معاهم ويقول لك لا لاباس وما فماش، ما فماش منها، وقفت المواطن كيف ما هي، والمواطن قادر يشري كل شيء معناها مهما. المواطن هاتي قفت المواطن، عندي عام ما ذقتش كعبة بنان ولا عميل، عندي عام ما ذقتش كعبة تفاح، عندي عام ما كليتش كعبة نجاس. منين جاها قفت المواطن بيه ولد القمر المزمر ب 7000 فرنك، وصل 6100 في المغازان جينيرال اللي احنا نقولوا معناه رخيص ودرشني. وين الرخص؟ وين تشوفوا فيه؟ عليه والله حرام. شكون هو اللي عاملها وشكون مسؤول عليها الحكايه هذه؟ بربي اسمعنا وحس بينا ونتمنى كونها ترخص شويه معناها. وكاين مثلا اللي يحكم ماهوش قادر، من رئيس وانتي هابطة، كاين ماهوش قادر يخلي البلاد لما ليها ورجعونا يرفقوا بينا شوية. شنو الحاجات اللي انتي ما عادش قادرة تخلط عليهم من أصل؟ حتى حاجة ما قادرين عليه. كل شيء عمل ماني الحاجة اللي نحطوا عليها دينا نلقوها غالية، الحاجة اللي نحطوا عليها دينا نلقوها غالية. هنا ضعنا بالشر، شنو تحبوا يا اخي؟ انت مع حملة المقاطعة انك مثلا حاجة تغلط قطعها ما عادش تشريها حتى وين ترخص؟ اي انا معاها الحكاية هذه، تغلى الحاجة تفوت سم معين ما عادش نقدر عليها ما نشريهاش. اما ما نشريش ضعت مشيت. انت فماش حاجة قطعتها بالرسمي وهي رخصت؟ حتى حاجة ما رخصت، ومقاطعتهم الكل، كان بنا كان تفيح كان كعبة غلة كان كعبة طماطم كان كعبة بطاطا كان كعبة عظم، حتى حاجه ما واصلين ليها. نجيل هذيك نلقى الاخرى غاليه ما تنجمش تكمل، تجيل الاخرى تلقى الاخرى غاليه ما تنجمش تكمل، كاين كعبه يغرط، كاين اللي جي. كل شيء اللي تسميه واللي تحكي عليه الكل راه وما فما حتى منه حاجه قادرين عليها. المواد الاساسيه الزيت الفرينه موجودين هذوما ولا مازال؟ يز وبلات كيفاش؟ تفخفيخ كذب كذب. الزيت مش موجود، تعطيك لما تقضي من عندها ب 50 وب 60 وب 70، واحنا مانيش قادرين لا 50 لا 60 لا 70، تعطيك دبوزه في شهر شهري. الفرينه انا بالحقيقه مانيش محتاجه لها برشا، الخبز هانو موجود. سميد زاده مانيش ملوجه عليه، وهو ما فما شيء حسب ما يحكوا العبيد ما فماش، ونحكي انا زاده معاهم العبيد عايشه معاهم ما فماش ما فماش ما فماش. غلاء الاسعار هذيا بخلاف انه هو معناها الاسعار عمال تنزيد، تخافش نهار معناها نبقى ونتيحوا في مجاعة؟ احنا توا عايشين المجاعة مش نهار اخر. احنا توا عايشين المجاعة. احنا توا عايشين المجاعة وماهوش متعودين بها الحكاية هذه في تونس حتى تعرف، وماشية وتزيد. يعني نجموا نهار ما عادش نلقاو ما ناكلوا. احنا توا عايشين مانيش ناكلو، نص ماكلة ناكلو فيها. مادام الخبز موجود، أنت ديجا هكا قلت معناها ماكش تلوج على الفرينة وماكش تلوج على السمين. لا مش حكاية خبز، راهي العيشة مش خبز، راهي هي. ماهيش خبز العيشة راه. شنو باش ناكل باقيت ناكلها سايحة؟ وبرا موجودة كعبة باقيت، شنو المشكل؟ ايش؟ أموال الباقيت موجودة خير من بلاش معناها، خاطر حتى توا الخبز في الكوشة هاك تشوف بالصف. سامحيني خبز بالصف صحيح، اما نلقوا الباقيت، اما الماكله والعيشه ماهيش باقيت راه. هي باش نبقى نصلي. شنيا العيشه؟ هي واحد كعبه غله، كعبه ما نعرفش. انا بصراحه نحب على طرف غله، نحب على طرف خضره، هذوما ماناش قادرين عليهم. اي ما هو مادام الدنيا. الحم والحوت عندي 3 سنين ما كليتهمش. من 2018 ما كليتش كعبه حوت. يزي شيحتوا لي ريقي راكم. من 2018؟ من 2018 ما كليتش كعبة حوت. السردينة أموا ميساج ما نحكيوش على الحوت الغالي. 6000، السردينة ب 6000 زادة مانيش نشري فيها.
ارتلحق كيلو ونص. هذه من المعيشة نجيو تو للحوايج ولا الحوايج 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 شبيهم الحوايج؟ الحوايج ما يتمسوش يا اختي، ما عادش نقدر. يجي العيد والحوايج كل يوم ما عادش قادري. الاسوام تتراوح ما بين شنيه وشنيه؟ الاسوام فما روبة البارح في البالماريوم ب 180 دينار تاع صغار، وصنديلها ب 60 وساكها ب 60، معناها باش تعايدي لصغير ب 300، قد سته من الناس نعايدوا بهم قبل. الفريب ما فماش حاجه، وطاير كيما جديد كيما الفريب كيف كيف، كلها نار نار يا حبيبي نار. الحال تو انت صغيره تضومه باش تشرو لهم حوايج ولا باش يبقاو هكاك؟ هاني نلوج، كان نجمنا هانا شرينا ما نجمناش. تصبح على خير، هتكلمي. باهي عندك البارح كنا باش نشريو مليون، والله طول شبر 60 دينار قالت لك فيه سلسله كي وسامبل يعني ابيض وب 60 دينار. يشبه المريول خالعه نتاع بكري القماش نتاعو. قالت لك 60 دينار. سروال تجي للصغار قالت لك 60 دينار. 70 تو 70 70 دينار يا اخي نورمال. الحوايج لازم تاخذوهم من معناها ماركه والا عادي من يا بنتي يا بنتي الشوالق ماناش لاحقين عليها. انا ماركه عايش اختي، الماركه ما نعرفوهاش جمله، نحنا ما ندروش عليها وما ندروش على سوامها. القطعه نتاع 200 و300 و400 هذوما ما نعرفوهم الجمله، تي احنا ماناش قادرين على قطعه نتاع 20 و30. ماذا بينا يرخصونا في كل شيء، ماكله ولبسه، ويسيبونا المعيشه في جميع النواحي. يزي فيه البركه، واللي شاد بلاصه بربي يقف وقفه صحيحه. يعطيك الصحه.